احنا لو اتكلمنا عالميا هنلاقي ان العملات اللي بتتوزع من شركات التأمين في السوق المصري هي عملات مناسبة، ما اقدرش اقول انها لازم تعلى، هبقى طبعا بغالي، بالذات ان احنا العملات دي بتمثل تكلفة من ضمن تكلفة التأمين، وفي ترتيبات اعادة. فالنهاردة العملات الفكرة مش في انها تقل، الفكرة في ان مش الفكرة انها تزيد، مش الفكرة في انها تزيد، الفكرة في ان الاسعار النهاردة اللي موجودة الماركت او العملاء هيتقبلوا اي زيادة في الاسعار عشان تسمح ان انت يبقى عندك روم ان انت تزود لشركات الوساطة، حتى عشان هم دول اللي عندهم اعباء ادارية اعلى من اي وسطة تانيين، ان هو يكون في روم ان هو يزود ويغطي التكلفة الادارية بتاعته. مش هنلاقي الاجابة لا، يعني بالعكس انت في زي ما كنا بنتكلم من شوية ان لحد النهاردة لسه في حرق اسعار، يعني انت يعني حرق اسعار ده في التأمين حاجة في منتهى الخطورة. حرق اسعار يعني لو كان التأمين بيتطلب ترتيبات اعادة ممكن نلاقي ان ما يحصلش ده، بتبقى نوع من انواع المغامرة، وحصلت قبل كده وشوفنا مشاكل في صرف التعويضات للعملاء اللي حصل معاها حرق اسعار. المفروض ان احنا بنتعلم من الدروس اللي قبل كده وده ما يتكررش تاني، بس للاسف اللي بيحصل ان ده موجود، لسه موجود وفي حرق. يعني الشركات بتغامر بحرق الاسعار مقابل انها تشيل ريسك انها ما تعملش ري انشورنس للبوليصه، لا ما هو حرق اسعار معناها كده لان معيد التامين مش هيقبل بالسعر مش الواحد. هيقبل بالسعر. انا بديك كمعيد تامين بديك سعر، السعر ده انت المفروض هو ده اللي بتقدمه بعد ما بتزود المصاريف الإدارية بتاعتك والحاجة بتاعتك. اللي بيحصل ان انت قدام ده بتقول خلاص انا هقدم السعر ده وبغامر ان مش هيحصل حاجة، وانا مش عايز اسمي حاجات حصلت بعينها قبل كده كلنا عارفينها، حصل ده قبل كده المفروض نتعلم منه. بس هو الفكرة ايه؟ ان لما حصل ده ما كانش فيه نوع من انواع، يعني ما بنشوف في بنك واحد بيدي تسهيل، مدير ائتمان بيدي بدون تسهيل غطاء. بدون ضمانات ده بيتسجن. في قطاع التأمين ما بيحصلش كده، العقوبة بالعكس احنا كلنا الدنيا كلها بتقف جنبه، ان يحصل تفاوض مع الكلاينت ان هو ما ياخدش حقه ياخد حتة من حقه. فكرة المنتج الفرد غير فكرة العمل المؤسسي. ده صحيح، العمل المؤسسي يعني تيم بيخدم العملاء، يعني مقر، يعني تقارير وحاجات كتير، يعني وميزانيات ربع سنوية ميزانيات ربع تقدم. سنوية أو سنوية، يعني موضوع كبير. فكل ده ليه تكلفة. التكلفة دي لما تيجي نتكلم على منافسة بين فرد وبين شركة عند كلاينت، العرض اللي بيتقدم من الفرد زي اللي بيتقدم من المؤسسة. خدت بالك؟ فالنهاردة في المقابل انت هنا عندك أعباء مالية وهنا لا. ففكرة ان يكون في هيكل للعمولات بيفرق بين الفرد وسط الفرد والوسط المؤسسة، ده مطلب عادل، وفي نفس الوقت بيخلينا نساعد ونشجع الافراد انها تروح تحول لمؤسسة.